الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الخيل تغنى به جميع الشعراء على مر العصور، مفيش أجمل وأفضل من الخيل صديق وفي واقع أجمل من الخيال. في مدينة تتميز بكل مقومات الجمال، أثار رومانية تلاقي، طبيعة وجمال تلاقي، بحر تلاقي، مزارع خيول تلاقي. لكل عشاق ومحبين الفروسية مش هتلاقي مكان أفضل ولا أجمل من كده علشان تقضي يوم جميل بين الطبيعة وبين الخيول الصديق الوفي. ومعانا أخونا الفارس صاحب مزرعة الخيول، لو يحب يقول لنا حاجة عن الخيل ويدينا معلومات أكتر عن الخيول. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في مزرعة الخيول، نقدم لكم سياحة وركوب الخيل في مدينة بازا. نرحب بكم كثيرا في مزرعة الخيول، نخدموا البالات على اللافوري وعلى البحر، ومرحبا بكم في أي وقت. مدينة بازا، لما نقول مدينة بازا بنفتكر على طول بوسماعيل وفوكا شرشال وقليعة، وأكيد برضو مش هننسى مكان زي ده، مزرعة الخيول في وسط الطبيعة والمكان الجميل ده. بنشكر أخونا اليوم اللي استضافنا في مكان جميل ورائع، كمان بنشكر أخونا نعيم اللي شرفنا من قناته على اليوتيوب، تابعوه على اليوتيوب، هتتابعوا معاه كل جديد. تقول لنا النهاردة في اليوم جميل، الريح الريح بزاف، وإحنا رانا في واحدة من أكثر الأماكن هنا في تيبازا، مع واحد من أحسن ركوب الأحصنة هنا يا تيبازا. نتمنى لكم تزوروها وتجوا لعندو المزرعة، وعلى بالي بلي ما راحش ندمو، ومرحبا بالجامع. بنشكر أخونا على الاستضافة النهاردة، وبنكمل الجولة معاه، وإن شاء الله نستمتع بيوم جميل، وبندعوكم لأنكم تقضوا يوم جميل هنا في وسط الطبيعة. شكرا شكرا جزيلا، مرحبا بكم، وماذا بكم تزورونا في أي وقت. اليوم كنا مع وكالة يونس للسياحة والأسفار في مزرعة الخيول في تيبازا. تيبازا المدينة الجميلة، المدينة اللي فيها كل مقومات السحر والجمال، فيها الآثار الرومانية، فيها الطبيعة، فيها البحر، فيها الغابات، كمان فيها مزرعة الخيول. النهاردة كنا في مزرعة الخيول مع يونس للسياحة، ويونس للسياحة والأسفار بيرحب بيكم في أي وقت، تحويسات داخل وخارج الجزائر، وبيرحب بيكم. وكلمة للمتابعين، مرحبا بكم مزرعة الخيول تيبازا بيانسور، كيما الجامعة وتهبطوا ولا المانار وتطلعوا، مزرعة ولا أروع عند خونا محمد كيما العادة، بروغرام ولا أروع في برنامج تاع ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، برنامج ولا أروع في الطبيعة، في برنامج أيضا في البحر، بروغرام ولا أروع ليكم. مرحبا بكم معنا، وإن شاء الله تعجبكم هنا المزرعة. مرحبا بكم، زي ما شفتوا معنا المناظر على الطبيعة، ولكن في الواقع، الواقع أجمل بكتير. سعيد جدا النهاردة نلتقط بأخونا نعيم من الجزائر، صاحب قناة على اليوتيوب للسياحة والرحلات. أنا حابب أسأله عن انطباعه وعن يعني شعوره النهاردة في رحلته في المكان الجميل ده في وسط الطبيعة مع الخيل والأحصنة. والله شو بقول لك، يعني شو بشعور. أنا أول حاجة يعني مرحبا بك أنت محمد هنا في الجزائر. ربي يحفظك. شو بقول لكم، إحنا رانا في الجزائر، ليفريمو الجزائر بزاف 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 شابة، للجزائر في كلها ولايات سياحية بامتياز، خاصة تيبازا. تيبازا ولاية سياحية بجميع المعايير، واللي رانا هنا في هذه المزرعة، اللي مزرعة واحدة من أجمل المزارع هنا في تيبازا، اللي تواجد فيها هنا يا عدة خيول. ونقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بالعائلات، كما راكم تشوفوا الاسباس هنايا، كاين وين يديروا بيكنيك، كاين وين يريحوا، كاين وين ياكلوا. المهم راح نخلوكم انا وحبيبنا محمد تشوفوا الجوله اللي راح نقوم بها بالاحصنه، ومرحبا بكم هنا في المزرعه. هكذا الاحباب، وما تنساوش ما تنساوش دعمونا محمد كتير كتير، والله انسان طيب. ربي يخليك. لما نتكلم عن تيبازا طبعا بنفتكر على طول، بيجي في بالنا فوقة وبوسماعيل، قليعه، شرشال، يعني ما شاء الله. وطبعا مزرعة الخيول هنا كمان يعني لعشاق ومحبي الخيول، فتيبازا تعتبر بالنسبة لي أنا مدينة الفروسية والجمال، وفيها جميع المعايير. يعني تيبازا يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بكل مصادر الجمال، فيها الآثار الرومانية، فيها الطبيعة الخلابة، فيها البحر وفي الشواطئ،
فتعتبر مدينه متكامله، يعني مقصد مقصد سياحي فعلا بامتياز لعشاق الطبيعه، الراحه النفسيه، الهدوء، الجمال، زي ما احنا شايفين الله يبارك الخضر، المدينه كلها خضار وخاصه احنا في فصل الربيع، فمكان مميز فعلا. ولو حابب تضيف لنا، دي اول رحله ليك لنفس المزرعه ولا كان سبق؟ لا، انا في هذه المزرعه يعني مع اخونا يونس للسياحه والاصفر، هذه اول رحله، اول تجربه اللي حنقوم بها هنا في هذه المزرعه مع وكاله يونس للسياحه والاصفر بالخيول، ونتمنى لكم ان شاء الله تزوروها وما راحش تندموا عليها. الاحباب واللي ما حوش بلاده والله غير تقدروا تقول ما دار والو. وكاله يونس الحقيقه متميزه، وانا كان ليا معاهم تجربه في بومرداس، زرنا دلس، والحقيقه كانت رحله جميله جدا. طبعا دلس يعني تبع البومرداس، اللي ما ننساش باللي فيها دلس فيها قصبه اللي قديمه على قصبه تاع صحه الشهداء اكثر من 200 سنه، فيها قصبه وفيها الاثار، اثار تانك تاع الاتراك، لواحده من اجمل القصبات هنا في الجزائر. وثاني البحر ما شاء الله، هناك البحر شاب معروفه بالاسماك والبحر الصافي الازرق، اللي بيحب الحوت يروح دلس، اللي دلس زموري كاب جنات صغيرات قرصوفي كي دلس، ومرحبا بكم، مرحبا بكم، مرحبا بكامل اللي راهم يتابعوا فينا. شكرا نعيم، في نشكر اخونا نعيم ودعموه كمان في قناته، قناته تلاقوا فيها كتير، قناه نعيم سيري، قناه سياحيه عن السياحه وعن الطبيعه في الجزائر والولايات المتعدده في الجزائر. زي ما احنا عارفين كل ولايه لها جمالها ولها طابعها الخاص. شكرا، بنشكركم وتابعونا في الاحداث الجايه ان شاء الله. محمد حبيبي والله جولة ولا أروع أحسينا هنا في فرصة، ومرحبا بكم، وأنا بالي بلي اللي راح يجي عمرونا راح يندم. يا الكاوبوي أولي الجولة والتحويصة اليوم كانت ولا أروع. تمشينا وزي ما انتم شفتوا معانا مناطق طبيعية وحدائق وغابات وجبال، أماكن طبيعية جميلة، ومعانا أخونا صاحب المزرعة بيرحب بيكم في أي وقت. السلام عليكم خيتي، مرحبا بكم عندنا في مزرعة الخيول هورس فارم. نعطي لكم طريق كيفاش تجيو، عندنا الجامعة لافاك تاتي بازا، وعندنا المانار، ومرحبا بكم في اي وقت. عندنا سيركوي تاع بحر، وعندنا سيركوي تاع غابه، وكاينه حاجه واحده نقول لكم، اللي يحب يجيب معاه الفطور مرحبا به، واللي يحب احنا نوفروا له مرحبا بكم في اي وقت. متابعينا نشكركم، شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.